خليوني ندوز كفيتو رحمكم الله. ملي كان بروسيو ديال لا فام اللي كانوا غيغتصبوها في الطوبيس كنت انا حضرت ليها وكنت هزيت واحد اللافته اللي فريمون بروفوكون كانت فيها كفيتو رحمكم الله. رحمكم الله بالضبط بداو عليا كتعيري الدين وانت ملحده وانت غتمشي للجهنم. لي ريزو سوسيو هما اللي عاونوا فاش هذيك التصويره طلع، ما حيت ماشي انا اللي لحتها، كيبان لك لي باج ماروكان وهذا كيلوحوا فيها وبنادم كيطاقيني انا وقريت لي كومونتير 75% كاملين كيعيروا. شوف ماشي انت كيعيروا داكشي اللي مكتوب تما، كيعيروني وجهي انا، شو كيخايبه، شو هي ضاحكه فرحانه ما مسوقاش لبلادها وهذا. وليت كنخاف نخرج، كنقول غنمشي غيشيروا عليا بحجره غيشدوني تاني يقدروا يغتصبوني دي تخيك كوم سا. لا رياكسيون ديال ما فامي هي احسن رياكسيون جاتني. هما فهموا الميساج اللي حاولت نوصل قبل ما نشرح لهم، قالوا لي سي بيان دويتي بلا فاسون اللي بنادم غيفهمها، دويتي بالدارجه. انا درتها ما حيت بقات فيا البنت وبغيت نوصل ان ميساج اللي فور فوالا.